ايوه سلام عبد البرقاز، هنا ورجعنا لكم فيديو جديد. الشخصيه المنافسه، هذول بالعاده الشخصيات اللي تركوا بصمه في العمل وعملوا تاثير كبير في مجريات واتجاه القصه، سواء كان تاثيرهم للشخصيه الرئيسيه وكيف انه فعلا منافس له، ولا بسبب افعاله اللي تجعلك اما تكرههم ام تتعاطف معهم. لكن هل هم فعلا ضروريين في القصه ولا فقط وضعوا للزينه او لاضافه محور جديد في القصه؟ ما مدى اهميتهم في القصه؟ لكن قبل ما نبدا لا تنسون تشتركون في القناه واللايك عشان يجيكم كل جديد اول باول. اوكي، وبدون سابق انذار خلينا نبدا. طبعا لتقريب الصوره راح احكي عن اعمال زي دراغون بول، ناروتو وعناصر اخرى عشان راح يساعدني اكثر في الشرح. اوكي الند، اظن من المهم التوضيح ان شخصية الند او المنافس مختلفة كليا عن شخصية الخصم. دور الخصم الى حد ما يكون الجهة المعاكسة للشخصية الرئيسية. لو الشخصية الرئيسية يكون الطيب، الخصم يكون الشرير، ولو كان ابيض فهو راح يكون اسود. طبعا مو بحرفيا، بس يعني فاهمين قصدي. مبادئهم ونظرتهم لكل شيء مختلفة عن بعض، وهذا تستطيع ان تراه في قراراتهم وافعالهم. افضل مثال لشخصية الخصم هو جوكو وفريزا وال ولايت، والفروقات مرة واضحة. واحد همه القتل وافراط السلطة، وواحد همه العدالة والسلام. واحد همه يدمر العالم والثاني انقاذ العالم. في هذه العدسة تستطيع بكل سهولة ان تلاحظ الفروقات، وايضا بكل سهولة تتخذ قرارك عن الشخصية وانطباعك له. لازم نوقف هذا الشخصية، هذا الشخصية لازم يعاقب لجرائمه، الشخصية هذه لازم تحط كريم يا اخي، وش ذا، اوف رحم جلدك يا اخي. ونحن كمشاهدين نتشوق لرؤيتهم يخسرون، ومن ناحية هذا يزيد نسبة التشويق لانك تعرف انهم عكس بعض، فتتحمس لما تشوفهم يواجهون بعض. ال ولايت افضل الامثلة لهذا الشيء، وكيف انهم الخصم المثالي لبعض، والامر يعود لمفاهيمهم، ذكائهم ومكرهم التي تؤيد مفهومهم للحياة. لكن لما ياتي الامر للشخصية المنافسة فالوضع مختلف حبتين. اولا لما نحكي عن الشخصية المنافسة، هو مو بشرط يكون عدوك عدوك، قد يكون صديق، اخ، شريك، وفي نفس الوقت هو مو بشرير شرير. اي نعم قد يمتلك عناصر تجعله شرير، لكن الى حد ما صفة الشرير في غالب الاحيان لا تصلح لهم، وانما يكونون غير مفهومين. وضعهم حساس حبتين، لكن في نفس الوقت اذا فعلا الكاتب او المؤلف احسن في استخدامهم ومعاملتهم في اطار القصة، فانك بكذا ضفت طبقة جديدة في القصة مما يجعله اكثر استمتاعا، والمتابع راح يتعلق فيه ومتحمس لرؤيته. ليس بالضرورة ينهزم، وانما لرؤيته يتغير وينمو اثناء مجريات القصة. ساسكي، فيجيتا وباكوكو اعتبرهم شخصيات استثنائية لما نحكي عن الند المثالي، وكل واحد منهم ضاف عنصره الخاص في ليش هو اتقن هذا الدور وانه شخصية مميزة. لكن من المهم التنبيه انه اي نعم الشخصية المذكورة يعتبرون شخصيات منافسة للشخصية الرئيسية، لكن راح تجد ان اهدافهم واهداف الشخصية الرئيسية واحد في غالبية الاحيان، لكن نظرتهم للحياة خلتهم يبحثون عن هذا الهدف بطريقتهم الخاصة. على سبيل المثال، في حين ناروتو وساسكي في بداية القصة على اي حال كان عندهم نفس الهدف، واللي هو انهم يكونوا اقوى، لكن الليش، ليش يبغون يكونوا اقوى هو الفارق بينهم. في حين واحد يبغى يكون الاقوى لاجل ان يكون محترم ويحقق حلمه، والثاني يريد القوة للانتقام. من هذا الفارق فحسب يمديك ان تطلع الى اسرارهم واهدافهم بطريقة مختلفة، واحد بطريقة تفاؤلية والثاني بطريقة سلبية، ومن هنا الى حد ما تبدأ المنافسة. اي طريق او اي مفهوم هو الناجح؟ ولغالبية شوبودن على الاقل انت فعلا تحس القصة انقسمت لاثنين. الطريقة اللي ناروتو اخذه وكيف انه تعاون مع الجميع لكسب القوة والاحترام اللي كان يطمح فيه، سواء كان مع تدريبه مع جيرايا، تدريبه مع اسوما وكاكاشي، وتدريبه مع بي للتحكم بالكيوبي. واما ساسكي اخذ الطريق المعاكس وقاعد يقطع علاقاته مع الجميع، لان زي ما قلت هذه كانت نظرته لكيف يقدر يكون اقوى. تخلص من اوروتشيمارو، تخلص من ايتاتشي، سحب على زملائه، وفي الاخير قطع العلاقة الاخيرة لتكملة مفهومه عن كيف تكسب القوة والتحكم. ومجددا اثنينهم كان عندهم نفس الهدف من يوم ما كانوا صغار الى اللحظة الاخيرة، لكن مجريات القصة اخذتهم الى اماكن مختلفة غيرت مفهومهم لكل شيء. واظن من المهم التوضيح ان خلال مجريات القصة وانت كمتابع تبدأ تفهم اكثر عن ماضي ساسكي وليش سوى اللي سواه، الى حد ما تبدأ تتعاطف معه. الطريقة اللي ناروتو اخذه، نعم يس، التفاؤل، الايجابية، فعل الخير والعمل الصواب، لكن هو الشخصية الرئيسية، نظرته لازم تكون ايجابية وتفاؤلية لان هذا دوره في القصة، وايضا هو قاعد يشوف العالم بمفهومه هو. وزي ما قال ساسكي، انت ما فاهم، كيف تفهم لو ما عشت في لباس شخص اخر؟ فانك بس تقول ساسكي لا تعملها، وليش ما تنسى الانتقام، ليش ما تكون طيب، من جدك؟ مع مجريات القصة انت تبدأ تتعاطف مع الشخصية، فأي شيء يسويه تنظر إليه بطريقة انه هو مو بشرير، هو بس مستاء، مستاء لأن كل اللي شافه من الناس هو الطعن والأكاذيب والخذلان، وهذا بدوره ينعكس إلى أفعاله وقراراته، وهذا هو دور المنافس في نهاية الأمر، انه يعطيك هذا البعد الإضافي للقصة وتجعلك تترقب كيف راح تنتهي به الحال. وجزء من هذا
هذا يعود لقرب الشخصية بالشخصية الرئيسية، في حين ناروتو وساسكي يعني كانوا أصحاب أظن، ويعني المقولة هذه ثبتت في العديد من المشاهد من ساسكي وهو قاعد ينقذ ناروتو إلى إصرار ناروتو أن ساسكي يرجع للقرية إلى في نهاية الجزء الأول الاعتراف أن ناروتو فعلا كان أعز صديق لساسكي، وهذا إلى حد ما خلت القصة مشوقة، كل واحد فيهم قاعد يدف الثاني في التطور ومواصلة التدريب لكي يكون الأفضل. أي خطوة يعملها الشخصية الرئيسية الشخصية المنافسة قاعد يتابعه في الخطوة، وهذا الأمر يعود للتنافس، وفي الأخير أي واحد هو الصح. ومرة عجبني كيف أن العمل صور هذه الاختلاف، في حين في بداية العمل تشوف أن طريق ساسكي كان الأفضل نظر لقوته الجديدة حرصه وجديته لهدفه، وناروتو إلى حد ما لسه في وضعه السابق دون أي تطور ملحوظ، لكن سرعان ما الفوارق تبدأ تختلف، ونبدأ بشكل مبكر ملاحظة أن طريق ناروتو كان الصواب، وأكبر عامل لنجاح القصة وتطور يعود لساسكي، وكيف أنه حرفيا كان عمود القصة. كمعلومة قد لا تعرفها، كيشيموتو في بداية العمل لم يكن يرغب في وضع ساسكي في القصة، ولكن محرره أو مساعدة أصر أن لازم لناروتو يكون عنده شخصية منافسة عشان تحفزه في التطور. حرفيا ما عارف وش راح يكون العمل لولا ساسكي، لأن قيمته في العمل إلى حد ما قد ناروتو. يا شيخ في لعبة ستورم فور في طريق خاص لساسكي، فيا منافس جيد وضاف شيء مميز في الطاولة، لكن شخصية ثانية أخذت مفهوم الند إلى زاوية ثانية هو فيجيتا. ليش؟ لأن في حالة فيجيتا وخصوصا في بداية العمل هو كان الخصم للشخصية الرئيسية، وكان خصم مميز للأمانة، محافظا على كل مبادئ الخصم المثالي نظرا لوجهة نظره المعاكسة لكل شيء، لكن خلال مجريات القصة تحول إلى الند المثالي، والتحول صار نظرا أنه يعني ما عاد يشكل تهديد ولم يكن عنصر الشر في القصة. نظرته ونظرة الشخصية الرئيسية واحدة، وهي حماية عائلتهم والأرض بشكل عام، لكن مجددا بطريقتهم الخاصة. جوكو لا زال عنده عقلية الرحمة، وحرفيا يخلي أي شخصية يشكل تهديد ينجو عشان يتعارك معه مرة ثانية. ذكي. وفيجيتا التخلص من أي تهديد. جوكو إلى حد ما شخصية سهل قراءتها، وفيجيتا فلا. شيء ذكرته عن ساسكي ينطبق لفيجيتا في هذه الحالة اللي هو عنصر الإنسانية. في حال جوكو وناروتو يعني دورهم يكونوا شعاع الأمل ورمز الطيبة والتسامح، لكن في الواقع ما في أحد طيب طول الوقت. بطبيعة الحال البشر يتخذون قرارات خاطئة، نعصب، نفشل، نعيد التفكير بكل شيء، ودوما نشك في قراراتنا، وهذا هو العنصر اللي بعض الشخصيات الرئيسية ليست لديها، لأننا نشوف أن مبادئهم صارمة وما تهتز. أما الشخصية المنافسة فهم دوما في حالة شك، هل اللي قاعد أسويه صح؟ هل هو على حق؟ ليش قاعد أسوي كذا؟ هل في طريق أفضل؟ دوما في شك ولسه في تنافس. وأكبر مثال لهذا هو دور فيجيتا في البوساغا، وكيف أنه حرفيا كان في تقلبات مستمرة من طيب نوعا ما إلى الشرير إلى المخلص إلى الطيب مجددا، وهذا اللي خلت الشخصية واقعية. في هذه اللحظة لما تحول لماجن فيجيتا كانت فعلا نقطة الغليان للشخصية، ضايع وعاد كالسفاح اللي كان عليه في بداية القصة، المجرم اللي لا يبالي بالناس. هو بموب إلي ما وصلنا إلى هذه النقطة من القصة حنا فعلا عرفنا بطيبة الشخصية وكيف انه فعلا تغير بعد ما قتل العديد من الابرياء طبعا. عالم الانمي. فيا تقلبات فيجيتا كانت كثيره، ولبعض مجريات القصه حتى احنا كمتابعين ما نعرف اذا هو طيب ولا شرير، يعني انت حظك، وهذا الى حد ما هو المقصد، لان يعني لو رجعنا الامر لانفسنا حتى احنا ما عارفين وش قاعدين نسوي بعض الاحيان او كل الاحيان، وهذا يجعل شخصيته واقعيه. لكن دور فيجيتا لا زال ثابت، واللي هو العنصر اللي يدف الشخصيه الرئيسيه في التطور وعدم الاسترخاء، لان هو يعرف انه في شخص دوما يدفه في استمرار التطور. وأظن لو جئنا أيضا للهجمات المختارة هي كمان تكون جبارة وملائمة لهجمة منافسة للشخصية الرئيسية، سواء كانت الجاليغان ضد الكاميهاميها، الشيدوري ضد الراسنغان، ساحر الظلام ضد التنين الأبيض أزرق العينين، ما عارف من وين جذا. هجمات مميزة وطريق للشخصية المختارة من نوعية الهجمة والأضراء اللي تقدر تنتجه، وإلى حد ما القوة تكون أيقونية في قدر هجمة الشخصية الرئيسية. باكوغو وميدوريا أيضا يعكسون هذول الصفات وكيف أنهم مثالين لخلق تنافس مميز، لكن بطبيعة الحال ضافوا لمستهم الخاصة. كونداكو في بداية القصة ما كان عندها أي قوة، وباكوغو الهادئ المسيطر اللي كان يمتلك كل القوة والإمكانيات، فحرفيا في هذه اللحظة ما كان في أي تنافس، لأن يعني داكو ما كان يشكل أي تهديد، لكن سرعان ما كسب قوته الجديدة وتدريجيا أصبح أقوى وأقوى، المعايير اختلفت وتدريجيا التنافس بدأ يحمي، ومعه الشك والمقارنات للشخصية المنافسة، وفي الأخير نقطة الغليان. لكن الشيء الجميل في علاقتهم أنهم فعلا كانوا مع بعض من طفولتهم، فيعرفون بعض مما جعل المنافسة أكثر تشويقا. ومثل ما أنت أيد الشخصية الرئيسية، أنت سرعان ما تتعاطف مع الشخصية المنافسة وتريدها أن ينجح. ليش؟ لأنه مو بشرير، هو بس ضائع وقد يحتاج يد العون من حين إلى آخر ليقوده إلى ما يجب أن يفعله. المشهد هذا مرة جميل، وزي ما قلت هو فعلا كان نقطة الغليان، لأن حرفيا كب كل مشاعره على الرغم أنهم منافسين وفي نزال مستمر في أن يكونوا الأفضل والأقوى، على عكس ناروتو وساسكي وفيجيتا وغوكو، هم يقدرون يشوفون بعض عين لعين لأن كثير من مجرياتهم كانت في نفس البيئة، وحتى الشخص اللي هم يطمحون أن يكونوا مثله هو نفس الشخص، لكن رغبتهم في أن يكونوا مثل هذا الشخص تجري بطريقتهم الخاصة.
خاصة. ختاما حابب احكي عن شخصيتين اعتبرهم الافضل في نظري عن ايش هو المنافس الحقيقي، ولا حد ما يلخص اللي قلته سابقا. Iron Man ضد Captain America. لو انا عارف انه هذا مو بانيمي لكن مثال جيد على كل حال. وكمان اتركوا لي في التعليقات اذا حابيني احكي عن مواضيع زي مارفل، ديزني وما الى ذلك. لكن عودة لهذول الاثنين، اكبر مثال لليش الشخصية المنافسة مهمة هو هذا الفيلم وقد ايش هو كان ناجح وكاسر للارقام. للتوضيح، فيلم Captain America Civil War ما كان عنده شرير. اي نعم كان فيه، بس يعني حرفيا كان شخصية جانبية. زبدة الفيلم كان هذول الاثنين وخلافهم لمحاور معينة عن اتجاه الفريق، في حين اثنينهم يبحثون عن نفس الهدف، سلامة الأفنجرز والعالم بشكل عام. اثنينهم ينظرون للموقف بطريقة مختلفة، واحد حول التحكم بالفريق والثاني حرية الفريق. ومن هناك بدأت المنافسة، مين كان على حق؟ هل النزال كان الحل الوحيد؟ هل بيتر راح يخلص فروضه المدرسية قبل حصة الأولى؟ أسئلة كثيرة. هذا غير الحملات الإعلانية اللي تسألك أنت مع مين، فريق آيرون مان ولا فريق كاب؟ وزي ما حصل مع بقية الشخصيات في القائمة، النزال وصل لنقطة الغليان وختاما بكسر الفريق. لكن سرعان ما عادوا كما كانوا. ومن المهم التوضيح أن على الرغم أن في تنافس وإثبات للذات، الاحترام لا زال قائم بين الطرفين، والناتج الإيمان والثقة بالشخصية المنافسة حتى بعد الاشتباك. وهذا لأن هم فاهمين بعض وشايفين التشابه بين بعض، لكن ماضيهم وبيئتهم خلتهم يشوفون نفس الموقف بطريقتهم الخاصة. هذا مثال مميز لقد إيش الشخصية المنافسة لها تأثير كبير في جودة القصة، وزي ناروتو وساسكي قادر أن يكون الزبدة أو العنصر الأهم للقصة وجعله أكثر تشويقا وإثارة. أتمنى يكون عجبكم المقطع، ولا تنسوا الدعم بالاشتراك واللايك والنشر، راح يساعدني مرة في مواصلة إنتاج المزيد من المحتوى. وسلام.